ورجعنا معاكم لفقره الشيف حسن. عايزك تفكرنا شيف حسن الاطباق اللي كانت معانا النهارده. هنعمل الاسكالوب قدامك اهوت، وهنعمل اللازانيا باللحمه، وهنعمل السوربرايز المارينج الاومليت. ده تلات حاجات. عشان اعمل اول حاجه الاسكالوب عشان اتبله واسيبه لحد ما ارجع له، اجيب لحمه من وش الفخده او لحمه فيليه من عند الجزار بتاعي زي ما انت شايفه كده، وافردها بالسوم كده. دي من غير دقه ولا حاجه؟ هي المفروده هو ما يفردها لك هو. ما فردها لكيش انت تفرديه. هتبلها ازاي؟ ميه بصل وميه طماطم وشويه ملح وشويه فلفل وشويه بهار بهار لحمه، والتركه بتاعتنا شويه جوزه الطيب. دي التتبيله. تتبيله الله. دي تتبيله القطعه بتاعتها. يا خراب يا شيف حسن. سخنه؟ ايه الاخبار؟ بجنن. بلانا والشيف. باينه القرمشه باينه. احطها في وعاء واسع كده. يا جماعه اصل الاسكالوب من الحاجات اللي بنفتكرها سهله، ولكن لا. لا يعني في ستات بيوت انت عارف البقسماطش يقوم يقطع منهم يفصل منهم. بس هقول لك دلوقتي واحنا شغالين. واللحمه تكون مستويه. لا لا خطير. ما هو سمك اللحمه مهم جدا للفرد اللي انت بتقول عليه. السمك مهم جدا. ما تكونش رفيعه وما تكونش تخينه. لو رفيعه تلف منك في الزيت. لو تخينه مش هتستوي، خدي بالك من دي. هنبيتها في الايه؟ في التتبيله بتاعتها، ميه البصل وملح وفلفل وبهار وجوزه الطيب، واسيبها حوالي نص ساعه مش اكتر من كده. تحفه. مع بعض كده اهو، اسيبها في التتبيله بتاعتنا، واجهز لها بقره، واجهزها بقسماط مبهر ودي مبهر. واحده واحده كده. حسن في ستات احيانا بتتبل وتشيل في الفريزر، تنصحهم عادي بده ولا لا؟ مفيش اي مشكله. عادي. مفيش اي مشكله، بس الفريزر يكون جاب 18 تحت الصفر. تمام. تمام كده؟ اسيبهم نص ساعه في التتبيله. على ما اعمل ايه؟ بجيب اثنين عدد بيض. نص ساعة بس مش ساعة، ساعتين. نص ساعة على نص ساعة. ممكن نبيتهم؟ ممكن تبيتيه ملح وفلفل ابيض عشان الرو. وبعد كده بجيب مضرب اضرب بيه البيض والملح والفلفل الابيض زي ما انت شايف كده قدامك اهو. وعندي نص كوباية لبن احل بيها الرو، بيض وملح وفلفل ابيض ولبن. ده الرو. واحدة واحدة كده. خطواتك كده كلها قدام. وبعد كده احط في وعاء واسع عشان يبقى على قد قطعه الاسكالوب. ادي الوعاء بتاعي. تمام كده. وبرده اللحمه اللي انا جايبها من وش الفخده او من الفيليه حاططها. ادي عندي الدقيق وعندي الرو وعندي البقسماط. تعالى تبلهم. شويه ملح، شويه فلفل، شويه توم باودر، شويه بصل باودر. وبرده البقسماط برده شويه ملح شويه فلفل وادلعهم زي امبارح. بص بصل وتوم باودر ودلعهم يا حسن. كده زي ما انت شايف كده قدامك كل التفاصيل. اهم حاجه ادخل الحاجات دي كلها في بعض عشان الطعم. الملح والفلفل والتوم باودر والبصل باودر. تحفه. ما جربتيش حاجه ليه؟ ده انا بتعلم. عايزك كده تجربي اللازانيا. تعمل دايت. لا هاكل بس. عايز اسالك سؤال. في ستات بيوت ما بتستخدمش الدقيق خالص، بتعمل بس البيض والبيض وكده اللبن بعد كده البقسماط. دي مهم. ده الماده اللي لما ينزل في الرو اعمل ماده جيلاتينيه تثبت عليه البقسماط كويس. يعني الاول الدقيق وبعد كده لازم الدقيق وبعدين الرو وبعدين البقسماط. التكنيك ماشي كده. التتبيله اهو. التتبيله اهو. هتمشيليه في الدقيق المبخر وبعد كده تنزليه في الرو وتسيبيه شويه يحل الدقيق وبعد كده البقسماط، وما تضغطيش عليه قوي عشان ما يبقاش رفيع ويتحرق منك ويلف في النار. ضغط عليه بحنيه. بيحصل كده. بيتقلب بالظبط كده. على ما ايه؟ اللحمه عندي تتبل. تعال نعلق بقى على ايه اللازانيا. بجيب عندي اللازانيا يا حسني علبه لازانيا من السوبر ماركت اللي جنب تكون نيه ومش هسلقها. وادي الطاجن، ادي اللازانيا بتاعتي اهو. مش هتسلقها؟ مش هسلقها. ليه؟ هتشوفي دلوقتي ليه؟ حلو، اسئله جميله جدا.